ضمن ندوة صحفية بحضوركم كذلك في مدينة الرباط، والهدف نقدم بنك المياه الدولي، وهو أول بنك في العالم مختص في مجال الماء. والأهم والجميل في هذا هو أن لقينا كذلك ترحيب من طرف المسؤولين داخل المملكة، وهذه فرصة كذلك تتعرفوا على المؤسس ورئيس مجلس إدارة البنك، وهو لديه الكثير يقدمه لكم، وهذه الفرصة إن شاء الله. طبعا بنك المياه الدولي هو أول بنك في العالم لتمويل قطاع المياه، وهذه مبادرة أطلقتها بدعم من البنك الدولي، وكان لي الشرف أني أكون الشخص الوحيد في هذا العالم اللي يقوم البنك الدولي بدعم هذه المبادرة. وكما تعلمي أن البنك الدولي لا يعمل مع أفراد ولكن مع حكومات، وكانت نتيجتها أنهم أشرفوا على دراسة الجدوى ووضع الهيكلية، وتم اختيار مملكة هولندا تكون المقر لعدة أسباب. وطبعا الآن احنا في المرحلة النهائية من تأسيس البنك، حيث بدأ المؤسسون بالاكتتاب في رأس ماله، وأيضا احنا اليوم، وهذا سؤال وجهوه إلى كثيرين، في إمكانية استضافة أحد دولنا العربية لهذا الشأن، وهذا شيء أنا أرغب فيه كإنسان عربي، ولكن هذا سيساعد هذه الدول. والآن في يعني نوع من الاهتمام إن شاء الله بالرغبة بأنه من المملكة المغربية وأيضا من المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. فاستضافة مقر البنك تكون هنا هو عبارة عن مكسب سياسي كبير، مكسب اقتصادي، وفي جعل هذه الدول مستقطبة لكافة الاستثمارات التي تتعلق في هذا المياه، والتي هي أهم ركيزة والعمود الفقري للتنمية المستدامة حول العالم للمياه وللزراعة. ونأمل إن شاء الله بإذن الله أنه يكون هذا الشيء متم. وطبعا احنا عارفين أنه جلالة الملك نصره الله من المهتمين في هذا الشأن، ويترأس هذه المجالس لاهتمامه ولخطورة الوضع ليس في المغرب فقط ولكن على المستوى العربي والأفريقي في هذا الأمر. فإن شاء الله بإذن الله نرغب في أنه يكون تعاون مثمر، وإن شاء الله في نأمل أنه تؤخذ المبادرة باستضافة هذا البنك في المملكة المغربية.